اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا مكملين مع بعض ونستعرض اللي اتكتب على السوشيال ميديا. لكن وانا معاكم على الهواء مباشره وبنتكلم على خبر مباراه الزمالك والاهلي ب2000 مشجع من المتطوعين. الاجتماع الامني لمباراه القمه بين الزمالك والاهلي انتهى منذ لحظات قليله. حضر من الاجتماع الامني ممثلين عن النادي الاهلي ونادي الزمالك والاتحاد المصري لكره القدم، واتفقوا على حضور 25 فرد من مجلس اداره النادي الاهلي و25 فرد من مجلس إدارة نادي الزمالك وكلا الإدارة التنفيذية لكلا الناديين، ولكن 250 فرد من الاتحاد المصري لكرة القدم هيدخلوا بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم، و250 فرد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و1500 فرد من طرف وزارة الشباب والرياضة، تقدر تقول محبين أو شباب ممكن تابعين لوزارة الشباب والرياضة، أيا كان العدد. لكن بعد هذا الاجتماع الامني او في هذا الاجتماع الامني النادي الاهلي ابدى تحفظه على هذه الاعداد، لان الاهلي والزمالك طرفا هذه المباراه. اتحاد الكره هيدخل 250 فرد ايا كانت انتماءاتهم، حد هيبقى عارف ال 250 اللي داخلين من اتحاد الكره انتماءاتهم ايه؟ طيب الوزاره هتدخل 1500 فرد من محبي وطبعا تابعي لوزيره الشباب والرياضه ودكتور اشرف صبحي، لكن هل في حد هيبقى عارف انتماءات ال 1500 اللي داخلين؟ لكن لما تدخل عدد محدد طرف النادي الاهلي او طرف نادي الزمالك انت عارف خلاص محب الاهلي قد ايه ومحب الزمالك قد ايه. ايضا كمان 250 فرد من الاتحاد الافريقي لكره القدم، فبالتالي انت وصلت الرقم 2000، لكن جوه الملعب انت مش عارف مين بينتمي لمين، فبالتالي ده هيبان يوم المباراه. لكن في نفس الوقت النادي الاهلي عشان كده تحفظ على هذه الاجراءات بخصوص الدخول بالنسبة لمباراة القمة يوم الجمعة القادم بين الزمالك والأهلي. هذه هي نتائج الاجتماع الأمني الذي أجري بعد ظهر اليوم بخصوص التنظيم لمباراة يوم الجمعة. لسه في اجتماع فني آخر بكرة، لكن ده متعلق بقى بوصول الفريقين والحكام وبعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة الجمعة إن شاء الله. آخر حاجة معايا